المحفظة. انت ازاي تسيبه يقرا؟ انت مش رئيس الامن هنا؟ انا عايز صاحب المحل. محل ايه ده يا اخويا اللي مليان حراميه ونشالين؟ انت اكيد شريك. ما اتفرج وطي صوتك، ده محل محترم. انا عايز البوليس دلوقتي فورا. ناديني مستر جورج. الله، بتفتحوا يا اخويا محلات ليه لما انتوا مش قادرين تامنوها؟ انت اكيد شريكه ومقسم معاه. من فضلك من فضلك. مفيش من فضلك. ايه بوليس؟ في ايه؟ مستر محمود، ايه اللي مزعلك؟ جورج، اوعى اوعى تشيل حاجه من المحل ده، ده كله حراميه. مستر جورج هو صاحب المحل. اوه، طب ما قلتش كده من الاول ليه يا اخي، بدل الفضيحه اللي انا عملتها دي؟ ايه الغباء ده؟ انا بعتذر لك ومستعد لاي تعويض. ولا تعويض ولا اي حاجه. في ايه بابا؟ اقدم لك سيلينا بنتي. اهلا. احنا اتقابلنا قبل كده مع تانيا. ايوه مع تانيا، صح صح صح. انا ما زلت بكرر انا مستعد لاي تعويض تؤمر بيه. لا لا لا، ولا تعويض ولا اي حاجه. انا وصلت التعويض خلاص، كفايه عليا ابتسامه سيلينا الجميله. ميرسي قوي. عفوا يا حبيبتي، بس نصيحه. انت عارف انا بحبك يا دي جورج، نصيحه. ده رئيس الامن ده لازم يتغير. مش ممكن، مش ممكن، مستحيل. ده حسابه معايا بعدين. ما تيجي تشرب فنجان قهوه في المكتب؟ لا ميرسي، عشان انا ورايا شغل كتير. بس ده مش ممكن، ده ابسوليوتلي يعني يبقى سكواليفاي. باي باي. اهلا محمود بيه. اتاخرت عليكم؟ لا ابدا، اتفضل. شكرا، تنفع ممثل انت. شكرين عم دومونيك، عمل دوره كانه حرامي بالظبط. طب ما هو حرامي وصايع كمان يا راجل. طبعا، امال ايه؟ يعني حتى لو كان اتمسك ما كانش هيبقى عنده اي مشكله. لكن قول لي بقى، انا عايز اعرف انت استفدت ايه من التمثيليه دي كلها؟ حق يا خالد، انا اتفضحت في المحل ده قبل كده واتقال عليا حرامي، كان لازم افضحهم وفي نفس المكان. طلبوا لي البوليس، طلبت لهم البوليس. خدت طاري من رئيس الامن اللي هيعاقبه جورج، اما جورج نفسه بقى فدوره هيجي بعدين. ما تستغربش لو ما عملتش كده، ما سامحش نفسي ابدا. خساره خساره، مين كان يتخيل ان ده ممكن يحصل؟ ما انا قلت لك من الاول يا باشا وحذرتك ان ده كان لازم يمشي، لانه ده تعبان. وبعدين تربيه مين؟ اللي هو علي زهني اللي كان بياكلها ولعه وبيعرف يوصل اللي هو عايزه. انا متغاظ قوي يا صفتي، انا هتنقط. بعد ايه بقى يا باشا؟ ده يوم ورا يوم بيتوحش وبيطلع له انياب. بس انا بقى مش هسيبه. للاسف الواحد منا بعد ما اتشال من الكرسيه بيبقى زي خيل الحكومه، لا بيهش ولا بينش. ده بيتهيألك انا ماسك عليه بلاوي. حتى ولو، مين اللي هيقدر يعاديه وهو في مركزه ده؟ كل الناس تحت باطه. لا، اللي انت ما تعرفوش بقى ان في ناس كتير قوي بتحارب عشان توقعه، لانه خد اكتر من حقه. عموما يا باشا، اول واحد هيفرح فيه هو انا. لا، اسمح لنا بقى بالشرف ده. انت يا بنت اللي بره، امرك يا اكرم بيه. اندهي لي بقى جد بسرعه. حاضر يا فندم. بقول لك بسرعه. كذاب، انا اكرم زوني اللي محدش قدر يقرب له هو عن مطري. ماشي يا عزاد، ماشي. ان ما وريتك طلبتني اكرم بيه. انت فين يا بقى؟ موجود تحت امرك. قريت اللي عيسى قدري كتبه النهارده؟ قريته. وايه رايك؟ ولا كانه كتب حاجه. يعني ايه؟ مقالة وعدت، مفيش داعي نعمل شوشرة، إذا كتب تاني ساعتها بقى نشوف نعمل ايه. وده بتاع مقالة وتعدي؟ ده متهمني صراحة إني حرام. لا سمح الله يا أكرم بيه. أمال يعني إيه استغلال النفوذ والثروة اللي عمالة تزيد؟ يعني إيه؟ حاقد يا أكرم بيه، حاقد. تلاقيه عايز قرشين أو عنده واحد قريب وعايز يشغله، ما هو في ناس كده تعمل شوشرة حوالين نفسها عشان الناس تهتم بيها، ابتزاز يعني. لا، عيسى أدري مش من النوع ده. جري يا اكرم بيه، انت استاذنا وعلمتنا ان كل واحد له ثمن. تفتكر؟ ده اكيد. يعني اروح له؟ انا رايي نستنى اسبوع، لو وقف كتابه خلاص
انما لو كمل نشوف بقى نعمل ايه معاه. وانا افضل اسبوع مش عارف انام. جرى ايه يا كرنفيه؟ ده انت طول عمرك قلبك زي الحديد. على السلامة يا أكرم بيه. انا مش عارف اقولك ايه عشان تسامحي. سامحك على ايه ولا ايه؟ والله يا نور، والله لو كنت تعرفي انا كنت في ايه كنت اكيد عذرتيني. عذراك يا أكرم بيه. ايه حكاية أكرم بيه؟ ده انت باشا كمان مش بيه وبس. مقبولة منك يا ستي. تعالي تعالي بقى. الله، خلينا يا ستي نحتفل بعيد جوازنا. اتفضلي. فجر كده اللي بيحبوا بعض يحتفلوا في اي وقت. اللي بيحبوا بعض. الله 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 الله، ليه الكلام الكبير ده؟ فين نور حبيبتي بتاعت زمان؟ مش هتسامحي جوزك بقى اللي تعبان طول النهار؟ قصدك طول العمر. اديكي قلتيها بنفسك، تعبان طول العمر عشان مستقبلنا. عشان مستقبلك انت لوحدك. ليه؟ انت مش مراتي؟ على الورق اه، لكن في الواقع بقى اسأل انت نفسك السؤال ده. كل ده عشان اتأخرت يوم عيد جوازنا. ممكن اسألك سؤال؟ احنا بقى في بينا ايه غير شوية المناسبات دي؟ مش فاهم. يعني احنا بقينا عايشين في جزر منعزلة، لا بنشوف بعض ولا بنحس بطعم الفرحة غير في اللحظات اللي زي دي، وحتى دي ما بقيناش عايشينها. حتى دي قتلتها يا أكرم. ايه الكلام القاسي ده بقى؟ في النور حبيبتي بتاعت زمان ماتت. ماتت ماتت يا شيخة، حرام عليكي بقى. بقولك راجع من الشغل زهقان وكفران وبحارب مع مليون عفريت كل يوم، ارجع البيت الاقيكي مبوزالي ومنكداني عيشتي، يعني جوه وبره. ما انت لو سبت المذاكره اللي انت فيها دي وقريت الجرايد كنت عرفت كويس قوي مين عداي وبيعملوا فيا ايه. كل يوم عدو. النهارده عيسى قدري، وامبارح كان محمود المصري. ما يلا يا رجاله، انت هتفضلوا تاكلوا في سنه، المركب زمانها دخلت وجاهزه على التفريغ. في يا عم خالد؟ ما احنا شغالين من الصبح اهو. اهو احنا كده يا مصريين، نقعد نتلطم ونبيع اللي ورانا واللي قدامنا عشان خاطر نسافر، واول لما نسافر نتفرعن ونبقى مش عايزين نشتغل. الله، ولازمتهم ايه بقى البقين الحمضانين دول؟ ما احنا بنشتغل اهو ولد اللي سبسب زمانه. ابو العربي انت بالذات بطل لماضه، ما تعمليش فيها بطل المقاومه الشعبيه يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي ما انتوا كملوا غداكم زي ما انتوا. كنت لسه بقول لهم على مهلكم، قدامنا وقت كتير. قدامنا وقت؟ ده انت كنت هتطفحنا اللقمه. انا يا خالد الرجاله بيتعبوا ولازم ياكلوا كويس. سامع كلام البهوات؟ يلا يا رجاله كلوا بالهنا والشفا، بس بعد كده ورانا شغل كتير. خالد عايز تحت امرك يا محمود بيه. لو ما خلصتوش بسرعة. ألف مبروك إنك خلاص هتاخد شغل لحسابك، وإن أندريا وافق يأجر لك أماكن على المراكب بتاعته. شكرا يا خالد. أنا عايز منك حاجتين. 100 حاجة أنت تؤمر. أول حاجة عايز صوفيا مراتك تعمل لي دراسة عن السوق والمواد التموينية اللي ناقصها. من عينيا، دي حاجة. والحاجة التانية؟ الحاجة التانية بقى أنا عايزك تشوف لي مخزن كبير أوي أأجره. تحت أمرك يا محمود بيه. عايش لنا بعد كده خالد. الله، مش ده مانول اللي واقف معايني؟ هو محمود بيه. عشان خاطري مفيش داعي تعمل مشاكل، عشان خاطري يا محمود بيه. كان بيقول لك ايه الحيوان ده؟ كان بيسالني عن الشغل. قلت له حاجه؟ لا طبعا سنيور محمود، الراجل ده ما جيش من وراه خير ابدا. طبعا يلا اتفضل روح على شغلك. انت اندكسي.
مالك يا محمود بيه؟ الورادات يا مانول ده ما جيش يتمحى كده الا اذا كان وراه مصيبه. مصيبه بيتجسسوا عليا. مين هما اللي بيتجسسوا عليا؟ اللي دخلوا الشقة. الله، مين اللي دخل الشقة؟ مين بس لازم اعرف مين اللي دخل الشقة. هيا كاترينا، انا هشوفك دلوقتي. ايوه، لا تنزلي بعد نص ساعة. نفذي اللي بقولك عليه يا حبيبتي وبعدين هفهمك على كل حاجة. خلاص؟ خلاص. طريق بيرسيا، أول يمين منه شارع اسمه بورتاتيف. بورتاتيف عارفه؟ أي في نهايته في كافيتيريا اسمها كافيتيريا أمونيا. أيوه، استنيني هناك وأنا جايلك على طول. كي أروح؟ لا، ما تنزليش دلوقتي. تنزلي بعد نص ساعة. اوكي يا حبيبتي، وانا كمان يا كاترينا. باي باي. زي ما توقعت، متراقبة. We'll be right back.
اوكي ثانك يو باي باي. تاليا محمود ازيك محمود؟ وحشتني حبيبي. تعالى تعالى محمود تعالى محمود تعالى. انا مش مصدقه نفسي اخيرا رجعت لي. مالك قلقان؟ ايه السيرفنت اجازه النهارده؟ انا انت بتراقبي كاترينا ليه؟ كاترينا؟ ايوه كاترينا. يعني انت جاي عشانها مش عشاني؟ ردي على سؤالي، بتراقبيها ليه؟ عشان بكرهها. ست حقيره ومستهتره ومش عامله حساب لجوزها. انا نفسي اعرف هي احسن مني عشان تسيبني وتروح لها. اهدي اهدي عشان نتفاهم. اهدي نفهم ايه؟ انها خدتك مني؟ محدش خدني منك، لان مفيش حاجه بيني وبينك اساسا. كذاب محمود كذاب. اوعى تفتكر اني طفله او مراهقه عشان يتهيأ لي حاجات ما حصلتش. انت كنت ابتديت تحبني، كل ده كان باين في عينيك لحد ما جت هي قالت لك ان انا ما قدرتش ادهولك، نسيتني ورحت لها. ده مش صحيح، دي اوهامك اللي انت عايشه فيها. جايز انا في الاول فعلا كنت بعاملك بحنان لانك فكرتيني بيوسف ابني، لكن انا يعني لازم تفهمي الحقيقه دي. بعدين ارجوكي انا بعزك جدا، مش عايز اخسرك كصديقه. مش صديقه؟ مش صديقه محمود، انا حبيبتك. انا مش صديقه، انت بتحاول تلاقي مبرر عشان تطلعها بريئه. كاترينا ملهاش اي علاقه باحساسي بيكي، دي الحقيقه اللي لازم تفهميها. عموما كاترينا لازم تلتفي من الوجود. ايه هتموتيها؟ لا، هدمر حياتها زي ما دمرت حياتي، وعشان تعرف اني مش طفله واني اقوى منها. انا بعتت واحد صوركم انت وهي وانتوا في المطعم ترقصوا وهي في حضنك، وبعتها لست الجنرال اليانوس مدير الامن العام عشان يعرف مراته العزيزه بتعمل ايه. اجيبوها. مش هتروح لها. في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه، صوتك في التليفون قلقني ومش عارفه اتلم على بعضي وانا جايه في الطريق. ايه اللي حصل؟ كارثه كارثه كاترينا. في خبر مش كويس جالك من مصر؟ الكارثه هنا كاترينا. ممكن تهدى بس وتفهمني بالراحه؟ اخر مره كنت عندي في الشقه قلت لك في حد دخل الشقه هنا وطلع ظني في محله. طلع مين اللي دخل شقتك؟ رجاله اليانوس جوزك. ليه؟ يعمل ايه اليانوس هنا؟ اليانوس عرف اللي بيني وبينك. ازاي محمود؟ ساعه ما قلت لك قابليني في كافيتيريا امونيا. ايوه واستنيتك وما جيتش. كنت عايز اتاكد واعرف في حد بيراقبك ولا لا. رحت لقيتك مستنيه وقاعده، واللي بيراقب مستني ان انا اجي عشان يصورنا سوا ويبعت الصور دي بقى دليل ادانه، دليل خيانه، اي حاجه. اليانوس اللي بعته؟ يا ريت يا ريت، ده اللي انا كنت متوقعه. مشيت وراه قلت لو دخل الامن العام يبقى اليانوس هو اللي بعته. لقيته راح عند ناتاليا. ناتاليا تصوري، طلعت بتدفع لواحد فلوس عشان يراقبنا ويصورنا. الكارثه انها بعتت الصور دي لاليانوس. يا خبر اسود، انا مش مصدقه محمود. هي اعترفت لي بكده. ازاي اليانوس ما جابش سيره ولا كلمه؟ عايز يخلص مني الاول وبعد كده بقى يتصرف معاكي، يسامحك، يصالحك، يضربك، دي حاجه بينكم وبين بعض. ناوي تعمل ايه؟ مش عارف كاترينا، مش عارف. انا حبيت بس افهمك على كل حاجه. يا ريت كاترينا بلاش تشوف بعض. لا يمكن. ارجوكي بلاش تهور، خليني اعرف افكر صح. الو. ايوه اندريا، مال صوتك؟ في ايه؟ فين؟ طب انا جاي جاي. ايه اللي حصل؟ ناتاليا انتحرت. ايه اللي حصل اندريا؟ الحقني يا محمود، ناتاليا بتموت. بعد الشر يا اخي ما تقولش كده. هي فين دلوقتي؟ جوه هنا مع الدكاتره ومانعين الدخول. طب اهدى بس واحكي لي ايه اللي حصل. تعال اهدى بس اقعد. انا مش عارف ايه اللي حصل.
انا بكلمها بالتليفون زي حتى عشان اطمن عليها. خصوصا البنت الشغاله عندنا مش موجوده النهارده، التليفون عادي يضرب 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 حجم يرد. لا انا لازم اعدي نقطه، صوتها ضعيف ضعيف جدا. تبعي بتقول الو، حسيت زي ما السماعه تكون واحد ما لقيتها جريت زي المجنون لقيتها. قطع شرايين ايدها، دمها سايح في كل حته في الارض. انا مش عارف هي عملت كده ليه. طمني يا دكتور، في ايه؟ الحمد لله عدت مرحله الخطر. الحمد لله يا رب. لقينا لها دم عشان نعوض اللي راح، وابتدى النبض والضغط يرجع طبيعي شويه وهتفوق. ممكن تقدروا تخشوا تشوفوها بس بدون ازعاج. شكرا من شك. ناتاليا، ناتاليا حبيبتي، ناتاليا سلامتك، الف سلام عليك يا حبيبتي. دادي سوري دادي. ما تتكلميش خالص، اسكتي، الدكتور معنا عنك الكلام. الحمد لله على السلامه ناتاليا. الله يسلمك محمود. ادخل ديمتري. ايه تعال تعال. الحمد لله على السلامة. وحشتني ديمتري. انتي اكتر. وبعدين موقعه يا محمود بيه ده في وسط البلد، يعني من هنا لغايه المينا بالعربيه نص ساعه بالكتير قوي. هاي وده بقى ايجار ولا بيع وشراء؟ احنا ممكن ناجر، بس لو عايز تاخد نصيحه اخوك الصغير اشتري على طول. طيب بكام ايجار وبكام شراء يا خالد؟ بصراحه انا لسه معرفش. تعرفش ايه؟ امال جايبني هنا ليه انا؟ اصل المخزن ده بتاع عم صوفي مراتي، راجل كبير في السن وما عندوش لا ولد ولا بنت، وبصراحه هو محتاج. يعني لو ادينا له قرشين وقسطنا له الباقي الراجل هيبقى فرحان ومبسوط قوي، وبعدين انت مش هتحس بثمن المخزن ده، وفي نفس الوقت هتبقى كسبته. يا محمود بيه، حد ضامن المخزن ده ممكن يسوى كام بعد كده؟ والله فكره. طب هقول لك حاجه، جس نبض الراجل ده وخلص معاه، احنا عايزين نبقى جاهزين. المخزن ده لسه عايز شويه نظافه وترتيب من الحاجات اللي فيه، وبعدين عايزين نحط شويه قواطع وسواتر، لازم نغضبه. لازم يبقى مخزن بحق وحقيقة. خالد ده شغلك بقى محمود بيه. شغل ده ايه؟ ده شغلك انت، انت النايب بتاعي دلوقتي. انا؟ طبعا، من هنا ورايح طول ما انا مش موجود انت اللي هتتصرف في الشغل بتاعي. وباذن الله انا ناوي قريب افتح شركة خاصة، انت اللي هتبقى مسؤول عن كل اللي بيشتغلوا فيها. يا محمود بيه ده شرف وثقة كبيرة قوي. الزمن علمنا يا خالد ان افرز الراجل الجدع من بين مليون راجل. وانت جدع. يلا عايزك بقى تخلص موضوع المخزن، عايزين نمضوا العقد ونشوف اكل عيشنا يا جدع. طياره يا محمود بيه. يلا سلام. الو مين؟ هيا حلوه وحشني. هلا اخبار كيمو ايه؟ طب الحمد لله انا كويس، كويس قوي الحمد لله. انت كنت بتكلمني بقى دلوقتي بخصوص ايه؟ السكر حلو قوي، سعر الطن كام يا علي؟ طب استنى بقى ثانيه واحده، اجيب ورقه وقلم. ثانيه واحده. وشك حلو يا حبيبتي، وشك حلو يا حبيبتي، وشك حلو يا حبيبتي. ايوه هيا ابو علي، قلت لي بقى سعر الطن كام؟ سيف ولا فوق؟ حلو. بني ولا ابيض؟ ماشي ماشي. حر ولا باكيتات يا علي؟ ده اه طيب ماشي اوكي.
بقول لك شوف يوم واحد بالكتير علي وهكلمك، هقول لك على الكميه المطلوبه وتاريخ الشحن. ها؟ لا انا هبعت لك عربون ان شاء الله احوله لك على حسابك في البنك، واول الشحنه ما توصل باذن الله هبعت لك بقيه فلوسك. ده العشم يا حبيب قلبي. ماشي يا ابو علي. لا اله الا الله اخويا. سلام. يا عيني. اي دمعة حزن لا 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 لا. اي جرح في قلبي لا 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 لا. اي رغم غير لا 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 لا. ما بين 15 ديسمبر و 5 يناير من كل سنة سعر السكر بيبقى في السماء. مش معنى ده وقت الكريسماس وأعياد الميلاد وراس السنة والاحتفالات. السنة دي بالذات بقى في حظر على السكر مستورد من كوبا، ده بسبب الخلاف اللي بين كاسترو وحلف الأطلنطي اللي اليونان عضو فيه. يعني أحسن معاد تدخل فيه شحنة السكر أول ديسمبر. ها بالظبط يا محمود، بس اوعى تنزلها السوق إلا لما أقول لك. ماشي يا بشور. قول يا محمود، انت عندك مخزن؟ والله يا شوقي انا بحاول اخلص في واحد دلوقتي. طب كويس قوي. كمان ما تجيبش سكر سايب، هات سكر معلب عشان نقدر نبيع بسرعه ويكون ابيض واحسن كواليتي. طب والكميه؟ هات اي كميه، مفيش اي حاجه هتفضل. انا مش هنسى لك الجميل ده ابدا يا شوقي. يا عم الاسكندراني انت، في ايه؟ هو كان عيش وملح. ده عيش وملح وشعر بوسطة وشاي مزة بحليب وحلبة حاصة وحلبة مطحونة. هعدلك ايه ولا ايه يا محمود؟ لا عشمة برضه يا شوقي. طب انت هتقعد تطبطب لي؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول يعني بصراحة ومن غير احراج، الشغل شغل وصدقة صدقة. محمود هات من الاخر. شوف يا شوقي، انت لازم يبقى لك نسبة من البيعة. دي مش هاخد منها حاجة. ما ينفعش. لا ينفع ونص. محمود اقف على رجليك، العجلة تبتدي وتدور ساعتها مش هستناك ترد عليا، أنا اللي هاخد منك مش هسيبك، هقطعك يا محمود. شوقي اسمعني بس. اسمعني أنت، بقول لك إيه؟ يلا يا عم أنا ورايا شغل مش فاضي. يلا. خلاص؟ بقيت مسلسل يتفرج عليه المصريين كل يوم سبت في مقال عيسى قدري. اكرم بيه اهدى اهدى شويه. ناقص يصوروه مسلسل ويعرضوه في رمضان مع مسلسل الدوام. كل مشكله وليها حل. المصيبه انه جايب تفاصيل اكنه بيشتغل معانا. الخونه كتير واولهم احمد الشعراوي. انا عارف هو ورا كل ده. ما هو اكرم بيه انت حرقت دمه واخدت مكانه. انا اخدت مكانه عشان احسن منه. انا قدمت خدمات للسلطه والوطن اكتر بكتير من اللي هو عمله عشان هو غبي. طب ارجوك اهدى اهدى بس علشان نعرف نفكر بيك. اهدى ازاي؟ انا لازم اكلم الناس اللي فوق عشان يوقفوه عند حده. لا 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 يا اكرم بيه، انا بقى رايي لا، لان الناس اللي فوق اذا كانوا عايزين يوقفوه كانوا وقفوه من اول ثلاث تسطر بيهاجمك فيهم، مش يستنوا عليه ثلاث مقالات. قصدك ايه؟ يعني الناس اللي فوق موافقين على كده؟ اكرم بيه انت سيد العارفين. يعني مين اللي بيكرهني كده؟ برضه انت سيد العارفين، ان كل ما اسمك يكبر وينور ويلعلع كده يتخلق لك 100 عدو يتمنوا فشلك. صح صح يا باكر. اكرم بيه كل واحد في الدنيا له ثمن، وعيسى قدري واحد من الناس دول، له نبي وله ملاك نازل من السماء. انت تعرف عنه حاجه؟ إن جيت للحق أنا معرفش، بس إذا عايزني أعرف أعرف لك كل حاجة، بس يعني الحكاية دي بتاخد وقت طويل، وأنا بقى ليا رأي إن في الحالات دي أحسن حاجة المواجهة المباشرة. يعني أروح له؟ تشرب معاه فنجان قهوة وتشوفه عايز إيه، يمكن له طلب عندك ومستني المبادرة منك، وفي القعدة دي كل حاجة هتخلص. اهلا اهلا استاذ اكرم. اهلا استاذ عيسى. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. المكتب نور. ده مش المكتب بس، ده جورنال بحاله والله. يا فندم ده منور باصحابه وبالقلم الكبير، صاحب الضمير الحي اللي بيعبر عن الناس بجد مش مجامله. الله يخليك، متشكر قوي على الكلام اللطيف ده. ما قلتليش حضرتك هتشرب ايه؟
بصراحة أنا مش عايز أعطلك وأنا عارف إنك مشغول لشوشتك. ولا تشرب حاجة برضه؟ خلاص خليها قهوة مظبوط. فورا. اتنين قهوة مظبوط. تحت أمرك يا فندم. نخش بقى في الموضوع ولا نستنى القهوة؟ هو في موضوع أنت جاي عشانه؟ أمر. لا أستاذ عيسى أنا جاي أمدلك إيدي. وأنا عارف إنك راجل دغري وما بتحبش اللف والدوران. أنا مش فاهم قصدك يا أستاذ أكرم. بصراحة أنا جاي أسأل حضرتك ليه بتعجبني بقالك 3 أسابيع في مقالاتك؟ لا سمح الله هو في بيننا حاجة؟ عمر ما كان في بيننا وبين بعض حاجة. طب إيه سبب المقالات دي؟ شوف يا أستاذ أكرم، في ناس كتير من أصحاب المناصب المهمة زي حضرتك ما بيقدروش يفرقوا بين المنصب كمكان لخدمة الناس وبين حياتهم الشخصية اللي هم حرين فيها. بمعنى إن أي انتقاد أو هجوم الواحد فيهم بيعتبره هجوم ونقد عليه هو شخصيا، وده مش حقيقي ومش حاصل. افهم من حضرتك انك بتهاجم تجاوزات المنصب والوظيفه مش اكرم زهد. برافو عليك. انا مفيش بيني وبينك حاجه لا سمح الله، لكن زي ما انت قلت في اول كلامك انا ألمي صوت الحق وضمير الناس، ما اقدرش اشوف حاجه غلط واسكت، ما ينفعش. وايه اللي قال لحضرتك بقى انه غلط؟ المستندات اللي تحت ايدي يا استاذ اكرم. اللي بعت لحضرتك المستندات ده حاقد وبيكره. استاذ اكرم انا ما يهمنيش علاقته بيك ايه ولا رايه فيك ولا شعوره من ناحيتك، انا كل اللي يهمني المستندات اللي تحت ايدي سليمه ولا مش سليمه. يا استاذ عيسى انت راجل ناجح واكيد عارف ان النجاح ده بيخلق اعداء كتير. طبعا طبعا، بس عارف كمان ان النجاح بيخلق ثقه في النفس وبيخلق خوف على النجاح من الفشل. يعني الخوف ده بيخلي الواحد حريص جدا على عدم التجاوز وحريص على المصلحة العامة، ما يستغلش منصبه لتحقيق مصالح شخصية. النجاح كمان ما بينسيش الواحد انه كان صغير وكبر، وعشان يفضل كبير لازم يتعامل بنزاهة الكبار. كده كتير يا عيسى يا أدري. تزعلت ولا ايه يا استاذ اكرم؟ دي مجرد مناقشة. انا غلطان اني جيت لك. انت ما شربتش القهوة. هشربها بعدين سادة. ابعتي لي امر بتاعت الحياه فورا. وبتقول لي خد له معايا هديه شيك. ده كان جاب لي النيابه وعمل لي قضيه رشوه واحنا قاعدين. غلس للدرجه دي؟ وبارد برود. وفضل يقول لي بمنتهى البجاحه دروس عن الالتزام والنزاهه وواجبات الوظيفه. معقول؟ معقول في حد كده؟ انا اللي غيظني اني سكت له. اي حد مكانه كنت قلبت عليه الترابيزه. لا 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 لا، الحمد لله انك قدرت تمسك اعصابك، مش عايزين نصعد الموقف اكتر من كده. نصعده على فين يعني؟ ما خلاص. طب وهنعمل ايه؟ انا عيسى نفسه مش قلقني لانه ما عندوش حاجه يكتبها. خلاص يبقى خلاص يا اكرم بيه. كم مقاله كتبوا ويعدوا، والناس هنا غلابه بتنسى اي حاجة. انا اللي قلقني اللي انت قلته المرة اللي فاتت. اللي هو ايه؟ اللي هو ان الجماعة الكبار موافقين عيسى ادري على انه يعجبني. يا سلام يا سلام، نجم نجوم اسكندرية والمرسى والعباس. يا تبطل مسح جوخ بقى، ده انت كلها كام اسبوع هتبقى الايد اليمين لعضو المجلس المبجل. بطل شغل الحواري والقهاوي البلدي دي. لا مش مهندس، لا ده مش مسح جوخ ابدا، ده صوت ضمير الصاحي اللي ما يعرفش يكذب ابدا. ضميرك الصاحي؟ انت جبت الكلام الكبير ده منين يالا؟ ده انا اللي هبقى عضو المجلس مش انت. متخافش يا باشمهندس، انا هاخد من شخصيتي واديك، هظبطك. تظبطنا انا احمر؟ بيه. يا حسين بيه في ايه يا حمار انت كمان؟ الصحافه بدات تهل علينا. ايه مش بقول لك نجم النجوم مش مصدقني؟ استنى انت في الرياضه بنفهم صحافه ايه يالا؟ صحفي من جريده الخبر طالب مقابله سعادتك. صحفي من جريده الخبر اسمه ايه؟ اسمه انور صلاح. انور؟ انور صلاح؟ ايوه يا باشا انور صلاح. انور صلاح دخلوا يالا. استنى انا عايزكم تبقى تغيروا هدومكم، هاتوا هدوم محترمة كده، اتحملوا المسؤولية يا بقر. أنا بعت لك أنور صلاح الصحفي اللي عندي عشان أتعرف بيك يا حسين بيه. يا باشا ده شرف كبير ليا إن عيسى باشا أدري يتعرف بيا، أنا أتمنى إن المعرفة دي تتقلب صداقة وتستمر طول العمر. ده عشمي برضه. عشمك في محله يا باشا.
انت قريت مقالاتي عن اكرم زهني؟ كان عنوانها السر الخفي، ولا انت ما بتقراليش يا حسين بيه؟ انا باشا ده انا مفيش حرف حضرتك تكتبه الا لما اتعمق فيه واقراه وادخل جواه كمان اسكرم حضرتك كل عمق. عظيم. طب ايه رايك في المقالات دي؟ يعني وحضرتك عمرك ما كتبت حاجه غلط يعني؟ يعني انت معايا؟ ما حضرتك في ايه بالظبط يعني؟ في الهجوم على اكرم زهني. ده راجل بيستغل منصبه ونفوذه عشان يحقق ثراء سريع على حساب الشعب، واخد اكتر من حقه. انا عارف انه صاحبك وانه واقف معاك في الانتخابات. لا هو حضرتك انا واكرم بيه يعني بنشتغل مع بعض من زمان، وفي بيننا وبين بعض عشرة، عشان كده واقف معاه في الانتخابات بس. وماله؟ بس في ناس تانية ممكن تدعمك وتساعدك وتنشر اخبارك لحد ما تنجح وما يبقاش في بينك وبينهم اي عشرة، لكن ممكن يبقى في بينك وبينهم مستقبل. صراحة حضرتك انا مش فاهم حاجة يعني، اصل انا بحب الكلام على بلاطة يعني، كلمني دغري حضرتك. انا دغري واحب الناس الدغري. شوف يا حسين، معلش اسمح لي نرفع التكليف بينا. انا هعمل معاك ديل. نعم؟ اتفاق يعني. تقف معايا واقف معاك. حضرتك نقف مع بعض فين يعني؟ انا عايز تاريخ اكرم زهني القديم وبالتفصيل. وانا لازم اكمل مقالاتي. في المقابل اعتبر نفسك عضو مجلس الشعب من دلوقتي. هو الحقيقه حضرتك فاجئتني يعني، انا مش وبعدين انا بتهيألي ما عنديش معلومات تفيد حضرتك يعني. لا 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 من ناحيه اطمن، انا واثق انك هتفيدني جدا. طيب ممكن حضرتك تديني فرصه افكر؟ أوي أوي، بس حط في اعتبارك إن الانتخابات قربت وإن أنت محتاج لدعم، واللي مش معاك دلوقتي ممكن أوي يبقى ضدك بعدين.